هاي اصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. انا بالنسبه لي الفيديو دوت من اهم الفيديوهات اللي نزلت على القناه لحد دلوقتي، لان ده هيعتبر اول فيديو على القناه بتاعتي يبقى فيه جيف اواي على موبايل. يا جماعه النهارده الجيف اواي على موبايل نوكيا 3.2. قبل كده كنت عملت لكم جيف اواي على سمارت باندز، عملت جيف اواي على باور بانكس، بس المره دي جيف اواي على موبايل، وموبايل كمان قيم يعني. طيب قبل بقى اتكلم عن الجيف اواي وشروط الجيف اواي وازاي تشارك في الجيف اواي، هكلمكم عن موبايل نوكيا 3.2 نفسه وموبايل تاني نوكيا برضو لسه منزلاه، وهو موبايل نوكيا 1 بلس. يعني ده موبايل جديد برضو في الفئة الاقتصادية. بس طبعا قبل ما نتكلم عن الموبايلات الجديدة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس. السبسكرايب يا جماعة شرط عموما من شروط المسابقة، فده ضروري يعني. وطبعا اول موبايل هنتكلم عليه هو النوكيا 3.2، الموبايل اللي هيبقى عليه جيف اواي. ظهر الموبايل ان هو اسود لامع، كان نفسي فون تاني بس لون اسود، وظهر ان هو بولي كربونيت. شكل الموبايل حلو يعني، ما كانش يعني الظهر بيبصم شويه، وطبعا عندنا بصمه ان هو خلفيه، وهي كاميرا خلفيه ما فيهاش اي بروز، وطبعا الفلاش الخلفي للموبايل. الجزء التحتاني عندنا طبعا سماعات السبيكر، وعندنا شاحن يو اس بي عادي، وعندنا مايك، والجزء اللي فوق هو اللي فيه الهيدفون جاك او اللي هو المدخل بتاع سماعات الهيدفونز. يعني الموبايل هنا بيدعم تشغيل خطين وكارت ميموري في نفس الوقت، يعني درج الشريحه هنا هو بي 3 اماكن. في ناحيه عندنا فيها ازرار التحكم في الصوت وزرار الباور، وزرار الباور هنا هو يا جماعه في حاجه جامده جدا وعجبتني قوي، وان هو في لمبه الاشعارات جوه زرار باور. زرار باور هنا بينور، في شريط ليد كده بينور منه لما مثلا بتشحن موبايل، لما يجي لك اشعار وكده. شكله حلو جدا الصراحه، استغلال كويس جدا لزرار الباور، وان هو كمان ما فيش مساحه مثلا عند النوتش يعني، فده استغلال ممتاز. والموبايل هنا كمان بقى فيه زرار رابع، ايوه في زرار رابع ان هو تعالى الناحيه الثانيه، والزرار دوت لجوجل اسيستنت، او ما بتدوس عليه بيفتح لك جوجل اسيستنت. طبعا يعني دي حاجه حلوه، وكان هتبقى احلى تقريبا لو انت ممكن تتحكم في الزرار ده وتعمل بيه حاجات ثانيه. بالنسبه بقى للجزء الامامي بقى والشاشه بتاعه الموبايل اللي هي حجمها كبير شويه، فالموبايل هنا مبدئيا بيجي بووتر دروب نوتش، والحواف بتاعه الصراحه مش ارفع حاجه سواء في الجزء العلوي او الجزء التحتاني، يعني مش ارفع حواف ممكن تشوفوها مثلا. الشاشه بقى هنا حوالي 6.3 انش، حجمها كبير يا جماعه، يعني بجد شاشه حجمها حلو، يعني من الشاشات اللي هي مش رفيعه مثلا وطويله، لا الشاشه عريضه كمان، فهي حلوه لو اي حد عايز بقى موبايل يقعد يتفرج عليه على فيديوهات وكده، الشاشه دي هتبقى حلوه. يمكن هي الجوده بتاعتها صراحه مش على حاجه، الجوده هنا اتش دي بلس، بس ده العادي برده بالنسبه للفئه السعريه بتاعت الموبايل دوت. بس الالوان بتاعتها والسطوع بتاعها كويس جدا وظريفه قوي، دي حاجه ايجابيه جدا في التليفون. طيب ايه بقى الحاجات التانية الايجابيه اللي في التليفون؟ طبعا اهم حاجه ان هو محتاج كام عليها في الموبايل هو السوفت وير بتاعه. السوفت وير هنا هو بتاع موبايل بيجي بنظام اندرويد 1. طب ايه اندرويد 1؟ انا عارف الناس ممكن تسال، اندرويد 1 هو زي الاندرويد العادي جدا بس تقريبا من غير اي تعديلات، يعني بس هو ابلكيشن الكاميرا بس تبع نوكيا تقريبا، حاجات بسيطه جدا، تعديلات بسيطه جدا في السوفت وير، وباقي السوفت وير عامل زي الاندرويد الخام، فده طبعا بيخلي الواجهه ان هو اسرع وسلس اكتر عن الموبايلات التانية. كمان موضوع ان الموبايل دوت اندرويد 1 او كل موبايلات نوكيا حاليا اندرويد 1 يعني، او اندرويد جو بس احنا هنتكلم عليه كمان شويه. فموضوع اندرويد 1 دوت بيخلي الموبايلات دي بيجي لها تحديثات السوفت وير بتاعه اندرويد بشكل سريع جدا، يعني مثلا اول موبايلات جوجل بتحدثها هي طبعا موبايلاتها اللي هي بيكسل، جوجل بيكسل اول حاجه بتتحدث، وبعدها الموبايلات اللي هي تيجي بسوفت وير اندرويد 1. طبعا هتلاقوا موبايلات نوكيا في الفتره الحاليه منهم 3.2 كلهم على احدث نظام اندرويد اللي هو اندرويد 9 باي، واول ما هينزل اندرويد كيو هتلاقي بعدها بشويه على طول هتلاقي التحديث نزل لك على الموبايل بتاعك. فدي صراحه حاجه حلوه جدا، خصوصا كمان ان هو يعني غير التحديثات بتاعه نظام اندرويد اللي هتنزل لك على طول بشكل سريع على الموبايل، فكمان التحديثات الامنيه هتنزل لك برده بشكل سريع جدا مش هتتاخر عليك. لكن الناس اللي بتحب الكاستمايزيشنز او بتحب الموبايلات اللي بيبقى فيها خاصيه تشغيل نسختين من تطبيق الواتساب وكده، مش موجوده مثلا في السوفت وير نفسه، بس انت عادي هتنزل ابلكيشن يعني شغلها لك وكده. الموبايل هنا كمان فيه بصمه خلفيه، ودي حاجه كويسه جدا لان الموبايل ده نازل منه اكتر من نسخه 16 جيجا ميموري و2 جيجا رام، دي هتبقى في حدود 2000 جنيه، فانت عندك موبايل في حدود 2000 جنيه ببصمه، ودي يعني قليله شويه دلوقتي. وفي النسخه اللي معايا دي اللي هي 3 جيجا رام و32 جيجا ميموري، ودي برده هتبقى في حدود 2300 جنيه. واخيرا النسخه 3 جيجا رام و64 جيجا ميموري، ودي هتبقى بحوالي 2500 تقريبا، والبصمه كمان شغاله بسرعه جدا وحلوه، يعني ما مش بتعلق معاك او اي حاجه، فدي حاجه مميزه. الموبايل كمان فيه خاصيه الفيس اي دي، هو بيفتح ببصمه الوش، بس يعني دي مش سريعه قوي الصراحه. وكلامنا عن ميموري والرامات، ايه كمان بقى هنا في الموبايل؟ الموبايل هنا كمان بيجي بمعالج سناب دراجون 429، وده معالج رباعي النواه. انا جربت صح موبايل، يعني الفيديو ده كله هاندز اون على الموبايلات، وانا جربت الموبايل بشكل سريع جدا، وجربت عليه ببجي، هو بيشغل ببجي على لو جرافيك
جرافيكس وشغاله يعني بشكل مقبول بس مش قويه. يعني هو موبايل ده الصراحه ما حسيتوش للالعاب الثقيله ولكنه الالعاب الخفيفه استخدام يوتيوب سوشيال فيسبوك الكلام ده كله الموبايل ده هيبقى كويس معايا. ودي عموما ارقام البنش مارك بتاعه الموبايل عمل على انتوتو بنش مارك حوالي 64000 نقطه وعلى جيج بنش فالموبايل عمل على اختبار السنجل كور 857 نقطه وعلى اختبار المالتي كور حوالي 2400 نقطه. طيب ايه كمان بقى مواصفات الموبايل؟ الموبايل هنا كمان بيجي بطاريه 4000 ملي امبير ودي طبعا برده حاجه لطيفه جدا هتقعد معاك فتره كويسه. بالنسبه للكاميرات بقى فالموبايل هنا بيجي بكاميرا اماميه 5 ميجا بكسل وكاميرا خلفيه 13 ميجا بكسل يعني ما فيش كاميرا مزدوجه هنا للاسف. جربت لكم كاميرات الكاميرا الاماميه وكاميرا خلفيه صراحه اللي انا لاحظته طبعا يعني ان الكاميرا الاماميه يمكن الالوان بتاعتها مش مشبعه قوي حسن الوان مطفيه شويه ما كانش قوي قوي الاتش دي ار كان شبه منعدم في الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه صراحه لا الالوان بتاعتها كويسه يعني يمكن طبعا انت التفاصيل مش اقوى حاجه في الكاميرا لكن الكاميرا الخلفيه لا الاتش دي ار كان فيها احسن مش اقوى حاجه بس احسن. وكان في الفيديوهات الالوان صراحه كانت طالعه كويسه الموبايل هنا بيقدر يصور فيديوهات فول اتش دي سواء بالكاميرا الاماميه او الكاميرا الخلفيه. الموبايل هنا كمان بيدعم جوجل كاميرا اللي هي فيها نايت سايت او خاصيه الوضع الليلي يعني وانا الصراحه جربت النسخه هي مش شغاله بشكل كويس يعني ساعات بتفتح تصور وساعات بتفتح وتقفل يعني لسه بدور الموبايل على نسخه شغاله عليه بشكل كويس عشان اعرف الناس هتسالني اللي انا عايز لينك تحميل جوجل كاميرا انا ما عنديش لينك شغال كويس يا جماعه بس عشان نبقى واضحين لو عندي اكيد هنزل لكم يعني مش هبخل عليكم بحاجه. الموبايل هنا للاسف مش بيصور بورتري يعني مفيش لا بورتري اماميه او خلفيه بالسوفت وير اتمنى نتيجه تحديث. انا كده كلمتكم على النوكيا 3.2 خلوني اكلمكم عن النوكيا 1 بلس. الموبايل ده يا جماعه سعره 1200 جنيه تقريبا يعني فانتوا توقعاتكم ايه بقى للموبايل 1200 جنيه؟ مبدئيا الموبايل نوت الظهر بتاعه اللون برده معايا اسود مش عارفه يعني حظي وحش مع اللون الاسود ده. الظهر ده بيتشال وممكن تغيره بيبقى فيه منه الوان ثانيه في لون احمر وفي لون ازرق اللون الاحمر بجد حلو فهيعجبكم. الملمس ان هو مختلف يعني مش اللي هو ملمس بولي كاربونيت لا الملمس ان هو مختلف شويه وده حلو لان هو هيستحمل معاك اكتر مثلا من البولي كاربونيت مثلا لو انت ماشي بيه من غير جراب. الظهر هنا بيتشال والبطاريه نفسها كمان بتتشال ودي الناس بتحبها جدا. في بقى هنا حاجه مميزه قوي موبايل ان هو جايب سوفت وير اندرويد جو ده بقى غير اندرويد 1 يعني هو اندرويد برده خام شبه خام تقريبا بس مخفف نسخه معدله من جوجل برده مش جايبينها من حته ثانيه. النسخه دي اخف عشان مواصفات الموبايلات اقتصاديه قوي وبيبقى عليه سوفت وير وابلكيشن جوجل جو برده يعني يوتيوب جو مثلا مابس جو والكلام ده كله. موبايل ان هو بالاساس ال 1 جيجا رام و 8 جيجا ميموري فطبعا اي حد هيسمع كلمه 8 جيجا ميموري ده هيتصدم نفسيا ولكن الحاجه الحلوه جدا صراحه اللي نوكيا عاملاها ان الموبايل ان هو بيجي معاه ميموري كارد جوه الموبايل يعني انت هتفتح وانا بتفتح تحط البطاريه هتلاقي ميموري كارد محطوطه اوريدي جوه الموبايل 16 جيجا ميموري. الموبايل بقى ان هو فيه حاجه حلوه جدا ان انت ممكن تدمج الميموري بتاعت الموبايل ومع الميموري اللي متركبه طبيعي يعني ما بتحط له ميموري كارد ما ينفعش تنزل عليها ابلكيشنز ما ينفعش تستخدمها غير مثلا غير في صورك وفيديوهاتك ولكن ان هو انت ممكن تستخدمها كجزء من الميموري بتاعت الموبايل. المفروض ان هي الميموري كمان اللي جايه مع الموبايل دي الدرجه بتاعتها عاليه يعني نسخه كويسه ما ترميهاش وتروح تشتري واحده ثانيه لان لو اشتريت ميموري مش كويسه او مش قويه قوي هتبطئ لك الموبايل فلا الموبايل هنا جاي معاه ميموري كويسه لما تدمجهم هما الاثنين مع بعض هتشتغل معاك بشكل كويس. موبايل هنا الصراحه الامكانيات بتاعته متواضعه جدا ويعني بس ده حاجه متماشيه مع سعر الجهاز تقريبا يعني الشاشه هو اي بي اس ال سي دي ولكن الكواليتي بتاعه الشاشه اقل من اتش دي. معالج هنا برده رباعي نواه بس ميديا تك وزي ما بقول لكم الرامات هنا 1 جيجا رام فبلاش توقعات رهيبه. نزلت هنا على الموبايل مثلا فيسبوك وكده وشغلته بس يعني يستحسن برده ان انت ممكن تفضل فيسبوك لايت ممكن تلاقيه اخف شويه معاك. فهو الموبايل ان هو ده استخدام واتساب استخدام مكالمات استخدام يوتيوب برده يعني الحاجات الخفيفه جدا مش موبايل للمهام الصعبه مثلا. طبعا سوفت وير بقى يعني فكره ان هو سوفت وير اخف وكده فدي حاجه ماشيه معاه كويس. الموبايل هنا كمان فيه اف ام راديو دي حاجه ظريفه يعني ينفع كموبايل سنوي موبايل شغل والكلام ده كله هيبقى موبايل معاك كويس. الكاميرات ان هو الكاميرا خفيه 8 ميجا بكسل وفي فلاش وكاميرا اماميه ان هو 5 ميجا بكسل انا جربت اخد بيهم برده صور والصور يعني كانت كويسه بالنسبه لسعر الموبايل انا صراحه ما توقعتش يعني منه اداء عادي قوي في الكاميرات. الاضاءه الخارجيه قويه كانت صور مقبوله لحد كبير طبعا سوشيال ميديا والكلام ده كله صور هتبقى معاك ماشيه كويس. عجبني الصراحه صوت السبيكر بتاع الموبايل اللي هو مكانه رخم شويه في الضغط بس صوته عالي. البطاريه هنا كمان 2500 ملي امبير هي طبعا ممكن ما تبقاش قويه قوي بالنسبه للموبايل مثلا شاشه فول اتش دي او اتش دي ولكن ان هو الشاشه والمعالج وكل حاجه ان هو في الموبايل الاستهلاك بتاعها مش كبير قوي زي الموبايلات الثانيه. خلصنا كده بقى كلام عن نوكيا 3.2 وعن النوكيا
نوكيا وان بلس، وهنتكلم عن المسابقه الحلوه جدا. انا متحمسه جدا يا جماعه على المسابقه دي. طيب ايه بقى شروط المسابقه؟ مبدئيا ان انت تكون متابعني، يعني يا ريت بقى هنا تبقى عامل سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس ومتابعني على فيسبوك اكيد، وجروب فيسبوك والله يا جماعه مهم جدا، مش عارف ليه ما بتنضموش ليه. طيب ايه كمان؟ في سؤال هيتقال دلوقتي والاجابه الصح هنختار منكم واحد هيكسب الموبايل دوت. السؤال بقى ايه وعد نوكيا؟ الوعد اللي هي وعدته بتوعده للناس المستهلكين او الناس اللي هتشتري اجهزتكم، ده يعني اتلمح له في كذا حته في الفيديو دوت، واعتقد ناس كتير اتكلمت عنه كمان غيري يعني، فاعتقد الاجابه سهله جدا. بالتوفيق ان شاء الله. باي باي.